المسجد الكبير بمدينة بلتن حضرة وادي فيرة فعاليات مهرجان المدائح النبوية الذي نظمته رابطة المداحين بالإقليم، وذلك بحضور جمع غفير من المسلمين. عبد الله هارون برمان. هكذا انطلقت الأعمال الخاصة لمهرجان النبوي الشريف بمدينة بلتن حضرة إقليم وادي فيرة الذي نظمته رابطة المداهين بمدينة بلتن. جرت المناسبة وسط حشد كبير من المسلمين وكذا رؤساء الوفود المشاركة بمدن أقاليم البلاد الكبرى. وبهذه المناسبة العظيمة رحب رئيس اللجنة المنظمة لهذا الحفل أمين عليو محمد عبد الواحد، شكر كافة الوفود المشاركة والمساهمة لإنجاح هذا المهرجان الذي نظمته مدينة بلتن. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم وادي فيرة عليو محمد عبد الواحد قال إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع إقليم وادي فيرة يدعم ويساند مثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى لم وشمل المسلمين وغرز روح المحبة والتكاتف والتضامن بين أبناء البلد الواحد ونبذ الشتات والتفرق. الأمين العام لإقليم وادي فيرة كلي يونس محمد ممثل لحاكم الإقليم حيث أشاد بهذه البادرة التي قامت بها الرابطة لتنظيم مثل هذه الأمسية المباركة، مضيفا بقوله بأن مثل هذه الأنشطة النبوية ستترك أثرا إيجابيا في نفوس الأجيال لمعرفة صفات وأخلاقيات الرسول الكريم.